السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. استشهد نحو 14 مدنيا وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال جراء غارة لطيران التحالف في العاصمة صنعاء. مصادر محلية قالت إن غارة جوية طالت منزلا في فج عطان وأسفرت عن استشهاد 14 مدنيا بينهم 6 أطفال وامرأتان وإصابة آخرين بجروح. تأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من مقتل أكثر من 40 شخصا بينهم مدنيون في غارة استهدفت فندقا صغيرا في ضواحي العاصمة صنعاء. الحوادث الأخيرة جعلت الأمم المتحدة تقول إنها باتت تدرس إدراج التحالف العربي في اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يعنيه تكرار استهداف المدنيين؟ أهو اختراق للتحالف أم لا مبالاة بالدم اليمني؟ ولماذا تغمض طائرات التحالف أعينها على حشود الميليشيا واستعراضاتها العسكرية وتفتحها على المدنيين؟ وإلى أين يمكن للتحالف قيادة نفسه في ظل هذه العبثية؟ حالة من السخط الشعبي تتنامى كل يوم، خصوصا في ظل التكرار المستمر لاستهداف المدنيين، حيث تحول هامش الخطأ البسيط إلى نسبة كبيرة من إجمالي ضربات التحالف، وهو الأمر الذي يراه مراقبون أنه يخدم تحالف الانقلاب أكثر من غيرهم بالنظر إلى استغلاله إعلاميا أمام الرأي المحلي والعالمي في سياق التحشيد ضد الشرعية والتحالف. وعليه يكون التحالف قد أقحم نفسه في متاعب إضافية لم يكن بحاجة إليها. نتوقف مشاهدينا لنشاهد هذا التقرير سويا، ومن ثم نعود لبدء النقاش، ابقوا معنا. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة تلك التي يخطئ فيها التحالف أهدافه العسكرية ويصيب بقذائفه وغاراته مدنيين. تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ويموت منهم الكثير، وأحيانا تنتهي أسرة كاملة بضربات يقال إنها خاطئة للتحالف، والخطأ لا يعالج بل يكرر مرات ومرات. آخر تلك الضربات الخاطئة ما قالته مصادر محلية عن استشهاد مدنيين جراء غارة جوية للتحالف في العاصمة صنعاء، إذ استهدفت الغارات مواقع في فج عطان جنوب غربي صنعاء، طالت إحداها منزلا بالقرب من الأماكن المستهدفة. قبل أيام قليلة فقط شنت طائرات التحالف غارة جوية على فندق صغير مكون من طابقين انهار بالكامل عقب استهدافه في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب شمال صنعاء. راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا وأصيب 14 آخرين. المتحدث الرسمي لقوات التحالف تركي المالكي وفي تعليق له عن الحادثة قال بأن ما تم استهدافه عبارة عن مجموعة عناصر انقلابية مسلحة، وذلك بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بوصول عناصر للميليشيا إلى أحد المباني بالمديرية. تتبع كتيبة خاصة مكلفة بالانتشار في أرحب ومحيط مطار صنعاء، بينما أكدت مصادر محلية بأن من بين القتلى عددا كبيرا من المدنيين. جاء قسم يعني مبنى مدني، مبنى مدني لا يخص لا أنصار الله ولا يخص يعني جنود أو ولا أشخاص مدنيين، لو كان منتزه في أشخاص ساكنين من مختلف المناطق. خلال أكثر من عامين على بدء عمليات التحالف في الأراضي اليمنية استشهد العشرات بل المئات في غارات التحالف على أهداف مدنية قد تكون أحيانا قريبة من الأماكن المستهدفة وأحياناً أخرى تستهدف بشكل مباشر، ويبقى الضحية دائماً المواطن اليمني المنتظر موته بغارة أو رصاصة أو جوع أو مرض. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة العمانية مسقط الباحث الأكاديمي دكتور عبد الله الغيلاني. دكتور مساء الخير. مساء الخير لكم جميعاً والمشاهدين. أهلا بك دكتور، يعني بداية ما الذي يعنيه تكرار استهداف طيران التحالف العربي للمدنيين؟ أهو اختراق للتحالف أم لا مبالاة بالدم اليمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أستبعد أن يكون يعني مثل هذه الممارسات هي استهتار بالدم اليمني، ذلك أن التحالف يعني غير مستفيد من يعني هكذا ضربات، ولكن أحسب أن الأسباب المباشرة لمثل هذه التجاوزات وهذه الأخطاء إما أن تكون هناك أخطاء في المعلومات الاستخباراتية أو أن هناك استدراج. يعني هذا وارد جدا أن الجهاز الاستخباراتي التابع للتحالف ربما استدرج عبر تضليل استخباراتي إلى مثل هكذا أعمال، ولكن يا أخي الكريم المسألة أبعد من هذه الممارسات. أنا أتصور مثل هذه الممارسات سوف تستمر في ظل هذا الجمود السياسي للأزمة اليمنية، في ظل هذا الجمود العسكري للعمليات النوعية، في ظل حالة الاسترخاء التي يمر بها التحالف اليوم. التحالف منذ أمد بعيد يبدو أنه يعيش حالة من الاسترخاء السياسي، يبدو أن هناك حالة انعدام وزن، يبدو أن التحالف قد فقد الوجهة. الوجهة الرئيسية الآن للتحالف هي ليست تحرير اليمن من قبضة الحوثيين وعلي عبد الله صالح، هذه المسألة تراجعت إلى حد كبير. هناك مشروع الآن يجري في الجنوب، مشروع يجري في الشرق، وكأن أجندة التحالف يعني جرى عليها تحول جذري، فلم تعد هي منازلة الحوثيين وإخراجهم من السلطة وإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، لم تعد هذه المقاصد الاستراتيجية هي التي تقود عمليات التحالف في اليمن، وإنما ظهرت أجندات أخرى. وبالتالي في ظل هذا الاسترخاء السياسي والجمود العسكري الذي تعيشه الأزمة اليمنية من طرف التحالف، يبدو أن هذه الأكلاف الإنسانية الباهظة سوف تستمر. نعم، لكن يا دكتور إذا ما سميناه بما اعتقدته أنه قد يكون استدراج استخباراتي، أو إذا ما قلنا اختراق للتحالف العربي، يعني العملية لم تعد عملية واحدة أو عمليتين أو ثلاث أو عشر مثلا، يعني أسواق شعبية تستهدف، منذ يومين أيضا 40 شخص قتلوا بغارة استهدفت فندق صغير على مداخل صنعاء. هذا الكم الكبير من العمليات الخاطئة، التحالف العربي ألا ينظر أو لتصحيح ما يحدث، يعني إذا كان هناك اختراق أم أن هناك يعني مسألة أخرى، ألا يركز التحالف لهذا الجانب أو لعدم تكرار ما يحدث؟ نعم بالتأكيد، يعني كل خطأ من هذه الأخطاء وإن كان يعني كان صغيرا أو كبيرا ينبغي أن يجري تحقيق وتخرج نتائج، ونتائج هذا التحقيق يتم توظيفه للعمليات القادمة، ولكن هذا يبدو أنه لا يحدث. أنا أتفق معك تماما. نعم، يعني دكتور خلال يومين لو ركزنا هناك ما يقارب 70 يعني شهيد سقطوا بعمليات خاطئة، شيء لا يعقل. نعم هذا، نعم هذا 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 صحيح، ولكن يبقى السؤال ما الذي يجنيه التحالف سياسيا وعسكريا واستراتيجيا من مثل هذه الممارسات؟ أنا إلى هذه اللحظة، إلى هذا الحد، أستبعد هذين الاحتمالين، احتمال الاختراق واحتمال يعني الاستهتار بالدم اليمني، ولكن أعزو المسألة بناء على المعطيات المتوفرة، أعزو المسألة إلى أن هناك إما أنه هناك ضعف في العمل الاستخباراتي للتحالف، أو أن هناك تضليل متعمد من قبل الحوثيين، وبالتالي استدراج للتحالف كي يقع في مثل هذه الأفخاخ. يعني هذا الذي أرجعه إلى هذه اللحظة، لأن المعطيات لا تشي يعني غير ذلك. ولكن كما قلت لك ينبغي أن ننظر إلى مثل هذه الممارسات في إطارها الكلي، في إطارها العام. هناك حالة جمود، حالة ركود، ربما العسكريون، أنا يعني أحاول أن يعني أسلط شيء من الضوء على الوضع السيكولوجي للعسكريين على الجبهات. يعني هم لا يحققون انتصارات، لا يحققون تقدم، لا يقومون بعمليات نوعية تستهدف العدو في قلب العاصمة صنعاء، وبالتالي تأتي مثل هذه العمليات ربما نعم أيضا دكتور شيء من التحريك. نعم دكتور، أيضا كما ملاحظ يوم أمس كان هناك يعني عملية استعراض، يعني فيها نوع من الاستعراض للميليشيات، هناك مئات الأطقم العسكرية تجوب العاصمة صنعاء
يعني ممتلئة بالمسلحين، هناك أيضا تجول للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وسط المدينة، ولا يوجد أي تحرك لطيران التحالف أمام كل هذا، وتأتي الطيران في منتصف الليل لتقصف مدنيين. نعم بالتأكيد، هذه مسائل تحتاج إلى مراجعات جادة وعلى التحالف، لأنه أخي الكريم التحالف الآن بدأ يفقد يعني مصداقيته، مصداقية التحالف الآن على المحك. هناك منظمات دولية تتحدث في هذه المسائل، وأنا أخشى أن قطاعات واسعة من الشعب اليمني المعارض للحوثيين على عبد الله صالح ربما أيضا بدأت تعيد النظر في موقفها. إذا كان التحالف لم يحقق أهدافه الاستراتيجية بإزاحة الحوثيين عن السلطة والعائلة الشرعية، إذا كان التحالف يعني يقوم بمثل هذه العمليات العسكرية التي تفضي إلى قتل عشرات وربما مئات ومئة وآلاف من المدنيين العزل، إذا كان هذه يعني نتائج العمليات العسكرية للتحالف، إذا يعني التحالف سيفقد مصداقيته في اليمن، وربما هناك جموع كبيرة من اليمنيين تقول والله احتمال على عبد الله صالح والحوثيين أقل ثمنا من هذه الأخطاء، فعلى التحالف أن يعيد النظر. ولكن ما لم يجري أيضا مراجعة على المشروع العسكري والمشروع السياسي للأزمة اليمنية، فمثل هذه الأعمال الصغيرة ذات الأثلاث الإنسانية الكبيرة أنا أحسب أنها سوف تستمر. التحالف الآن يعيش حالة من التردي الاستراتيجي، فقد البوصلة ويعيش في حالة انعدام وزن، هناك حالة استرخاء سياسي، المبادرات التي تطرح وآخر مبادرة الحديدة تتوارى عن الأنظار سريعا، العمليات العسكرية النوعية لم تعد قائمة ولا موجودة، وبالتالي هناك أكلاف إنسانية سواء من جراء الضربات العسكرية المباشرة التي تطال يعني المدنيين، أو من جراء انتشار يعني الأمراض والمجاعات والأوبئة وهذه المواجع الإنسانية التي نعم. تكرم البقاء معي دكتور عبد الله الغيلاني، سأشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من فيينا مدير الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور والعافية لك ولضيفك الكريم ومشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك سيد توفيق، يعني ما هو الوصف القانوني لغارات التحالف التي تستهدف المدنيين بشكل متكرر؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم، ما يحدث حقيقة من غارات التحالف التي أصابت المدنيين خلال عام 2016 نحن كمنظمة رصدناها بقلق بالغ، ولاحظنا أن هنالك وتيرة ربما شهرية، نحن في بياننا الذي يصدر عن منظمة سام عن حالة حقوق الإنسان في اليمن تقريبا في كل شهر نرصد انتهاكات طيران التحالف وندعو دائما قوات التحالف إلى إعادة النظر في قواعد الاشتباك في هذه الحرب بحيث يتجنب المدنيين والمناطق الحيوية استهداف هذه المناطق. ما يحدث أخي الكريم هي جريمة حرب موجب القانون الدولي، القانون الدولي واضح وخاصة اتفاقية جنيف واضحة في هذا الأمر بأنه في مثل هذه الحروب يجب تجنيب المدنيين والمناطق المكتظة بالسكان لأي استهداف، يجب أيضا تجنيب المناطق الحيوية كالمستشفيات والمدارس، يجب تجنيب البنى التحتية إلى غير ذلك، وحددت أن الضرورة العسكرية للحرب بحيث لا يكون هنالك إلا خيار تدخل عسكري في مناطق مأهولة السكان إذا كان هنالك ضرر حقيقي ومؤكد لقوة التحالف. ما نشاهده نحن من خلال رصدنا خلال الأشهر الماضية لاحظنا أن أغلب البيوت المدنية التي تم استهدافها بطيران التحالف تميزت بعدة أشياء، الشيء الأول أنها بعيدة عن مناطق المواجهة بالمرة، سواء في صنعاء أو سواء في تعز في الوازعية أو سواء في الحديدة، وبالتالي هي بيوت مدنية، بيوت لمواطنين مدنيين بعيدين عن الحرب لم يمسكوا هذا السلاح مطلقا. أيضا هذه البيوت لاحظنا أن هذه البيوت لا تشكل أي خطر حقيقي على قوات التحالف في مثل هذه الحرب. بيت مدني مكون من طابقين موجودة داخل عاصمة صنعاء، ما هو الضرر الذي تحققه هذه البيت على قوات التحالف؟ نعم أيضا سيد توفيق هناك نقطة أخرى، يعني إذا ما لاحظنا خلال اليومين الماضيين هناك يعني لا نعرف هل نسميها أخطاء أم ماذا، يعني صارت حوادث شبه يومية
يعني من يومين تم مقتل أو استشهاد ما يقارب 40 أو 45 شخص، واليوم أو يوم أمس يعني 14 شخص. هذا ما يتم، هذا هل يعني نسميه حاليا أنه ضمن الأخطاء أم نعتبرها سياسة ممنهجة جديدة أو استراتيجية جديدة في مسار عملية التحالف؟ مثل هذه الأحداث أو هذه الحوادث يتحمل مسؤولية بموجب القانون الدولي قوات التحالف. يجب كما ذكر ضيفك أن يكون هنالك تحقيق جدي ومحايد. نحن للأسف الشديد نرى أن قوات التحالف صمت آذانها عن النداءات المتكررة عن إجراء تحقيقات جدية. هي شكلت ما يسمى بلجنة تقييم الحوادث، أعلنت لجنة تقييم الحوادث في ذات مرة عن اعترافها بما يقارب 20 ضربة جوية خاطئة، خاصة بعض الصالة الكبرى، لكن لا ندري ما هي إلزامية هذه اللجنة، ما هي إلزامية توصياتها، هل أحالت المتسببين إلى القضاء الجنائي بحيث يتحملون هذه المسؤولية، هل تم تعويض الضرر، هل تم الاعتذار العلني للضحايا داخل اليمن؟ كل هذا الأمر يجعل هذه اللجنة التي أعلنها التحالف محل نظر، لأن الضربات الجوية مستمرة وبوتيرة عالية ودون أي رادع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي مثلا بالأمم المتحدة، الدول المعنية التي لديها قادرة على الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن لإجراء تحقيق أممي محايد عن هذه الضربات وإعلان النتائج للمجتمع اليمني وتعويض الضحايا بموجب القانون الدولي، لأنه إلى حد الآن يتم القصف، يتم سقوط ضحايا ثم لا يحتفل به الإعلام ربما يوم أو يومين وينسى الناس ضحايا. هؤلاء بشر، هؤلاء إناث من حق، لكن أيضا سيد توفيق عمل اللجان عمل أو يعني لجان التحقيق في حوادث كهذه، هو هنا في الحوادث يعني البسيطة أو الحوادث العرضية، لكن حوادث صارت بشكل يومي تحدث أو متكررة، يعني الأمر صار يعني تفضل. نحن بغض النظر اليوم قوات التحالف أو طيار التحالف هو المسيطر على الجو، هو المسؤول بالدرجة الأولى لهذا الملف، جريمة بموجب اتفاقية روما، بموجب الاتفاقية الدولية. هنالك إجراءات، من ضمن هذه الإجراءات لجنة التحقيق، هذه الملفات بعد لجنة التحقيق يجب أن يحال إلى القضاء. نحن نتحدث عن مسار قضائي متكامل لمعاقبة المتسببين في هذا الأمر. نعم، ما الإجراءات التي يعني يمكن للضحايا وذويهم القيام بها للحصول على الانتصاف وأيضا محاسبة المتورطين؟ طبعا أنا اليوم الحكومة الشرعية، اليوم أنا قرأت أحد التويترات والتغريدات للوزير الخارجية يطالب بلجنة تحقيق في هذا الجانب. أنا أستغرب اليوم الحكومة الشرعية هي مسؤولة بجانب قوات التحالف عن ما يحدث داخل أراضي اليمنية. هؤلاء ما زالوا بموجب الدستور بموجب الشريعة الدولية اللي تعترف بهذه الحكومة هي مسؤولية الحكومة الشرعية، وبالتالي هذه الحكومة يجب أن تشكل لجان حقيقية في مثل هذا الأمر توضح الأمر على الضحايا. الضحايا اليوم من حقهم الإنصاف القانوني موجب القوانين الدولية، يجب أن يشار المتهم الحقيقي ويحال إلى القضاء، يجب أن يعوض هؤلاء تعويضا عادلا، يجب أن يكون هنالك قبر برا لكل هؤلاء الضحايا. بالنهاية هنالك إجراءات حددها القانون الدولي، والضحايا اليوم يجب أن لا يسكت عن حقها. من الحكومة الشرعية اليوم واقعة في موقف حرج موقف القانون الدولي، هي مسؤولة ومتهمة مسؤولة بالدرجة الأولى أيضا بالضبط عما يحدث اليوم داخل هذا اليمن، دون أن نرى إلى حد الآن بيان واضح، استنكار واضح، موقف جدي برغم تكرار مثل هذه الضحايا هذه الأحداث. نعم، ما يعني هذه الأفعال سيد توفيق إلى أين يمكن أن تقود التحالف؟ هل سنشهد يعني التحالف على لائحة المنظمات وأيضا الدول المنتهكة يعني للضحايا، وأيضا كما أورد تصريح للأمين العام؟ طبعا كان هنالك تصريح للأمين العام أو من المستشارين، وهنالك نية جدية لإدخال التحالف ضمن القائمة السوداء، ونحن في حقيقة الآن
نضم أصواتنا إلى إدخال كافة المنتهكين في اليمن ضمن القائمة السوداء، بما فيهم الأطراف الإنقلابية داخل اليمن والتي أيضا تمارس عملية قصف عشوائي ومناقع المناطق مأهولة بالسكان مثل مدينة تعز وغيرها من هذه المناطق. وبالتالي يجب أن يكون هنالك مساواة حقيقية لكل المنتهكين الموجودين في اليمن. يجب أن يكون هنالك تحرك حقيقي بإعداد ملفات قضائية وقانونية من أجل محاسبة كافة المنتهكين داخل اليمن، لأنه في النهاية اليوم اليمن منقسم، هنالك شرخ على مستوى عرضي ومستوى أفقي، وبالتالي هنالك مرتكبين للانتهاكات من كافة الأطراف. وبالتالي نحن ندعو إلى إدخال كل الأطراف الذين ثبت انتهاكهم لحقوق الإنسان في اليمن وصدرت في حقهم إدانات لمنظمات أممية ودولية مثل هيومان رايتس والأمنيستي وغير ذلك، كل هؤلاء الأطراف هم يجب أن يدخلوا ضمن القائمة السوداء التي للأمم المتحدة. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أعود لضيفي الآخر الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، يعني هذه الأفعال إلى يعني إلى أين يمكن أن تقود التحالف؟ هل يعني سنشهد التحالف على لائحة المنظمات والدول المنتهكة لحقوق الإنسان كما ورد في تصريح للأمين العام؟ أرجو أن لا يحدث هذا، وإن حدث هذا فإن التحالف سيفقد يعني مصداقيته السياسية وسيفقد أيضا رأس ماله الأخلاقي، وإذا وصل إلى هذا المستوى معنى ذلك أنه سيفقد شرعية التدخل. يعني هو الآن يحظى بشيء من الشرعية، بشيء من القبول والمصداقية. إذا أدرج التحالف على القائمة السوداء معنى ذلك أن كل عمليات سوف تصبح يعني عمليات غير شرعية، وتدخل سوف يصبح أمر غير شرعي، وبالتالي هذا يصب في مصلحة الحوثيين وعلى عبد الله صالح، وبالتالي هذا يقود إلى مزيد من التأزيم ومزيد من التعقيد في الأزمة اليمنية. تصور أنت مثلا أن هذه العمليات التي تحدث في تحت مظلة يعني الحكومة الشرعية يعني تصبح غير شرعية، هذه العمليات عمليات التحالف، وتصور أن هذا يصب في مصلحة الحوثيين وعبد الله صالح، وسيبقون في السلطة يسيطرون على شمال اليمن على اليمن. تصور ما هي التداعيات التي يمكن أن تحدث يعني للأزمة اليمنية وللشعب اليمني. هل سيتوقف هذا الاستنزاف الإنساني؟ هل سوف تحل القضية اليمنية؟ كلا. وبالتالي أنا أقول أن على التحالف بعد كل هذه السلسلة من الإخفاقات الإنسانية وهذه الأخطاء بين قوسين إذا جاز أن نسميها أخطاء، على التحالف الآن أن يقف ويجري تحقيقا جادا حول هذه المسالف وأن يعدل هذا المسار، لأن التحالف يعني هو المتضرر، هو أحد المتضررين الرئيسيين من جراء هذه العمليات. صحيح أن هناك أكلاف إنسانية باهظة يدفعها الشعب اليمني من جراء هذا، ولكن التحالف أيضا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإخلاقي وعلى المستوى السياسي هو متضرر، هذه العمليات لا تعود عليه بكثير نفع، وبالتالي فعليه أن يقف وأن يعيد النظر وأن يجري تحقيقا وأن يعدل في المسارات. ولكن أنا أعود وأقول مرة أخرى أن المسألة مرتبطة بالسياق العام الذي يدار يعني فيه هذا الصراع. ما لم يصار إلى حلول جذرية إن على المستوى العسكري بمعنى إحداث تحولات جذرية ميدانية في ميزان القوى، أو على المستوى السياسي بطرح مبادرات جادة تنقذ اليمن ولو إلى حين من حالة التكلس والجمود التي يعني يعيشها، ما لم يصار إلى هكذا حلول استراتيجية ومقاربات استراتيجية تفكك يعني هذه العقدة التي باتت تجسم على صدر الشعب اليمني، ما لم يصار إلى هكذا مقاربات، فأتصور أن هذه الأكلاف الإنسانية الباهظة سوف تتعاظم في يعني مقبل الأيام. نعم دكتور، أيضا هناك من يرى أن مثل هذه الأخطاء يعني تعمل على تقوية الميليشيا سياسيا وأيضا عسكريا. بالتأكيد ما في ذلك شك، على الأقل أخلاقيا يعني هم الآن يلعبون دور الضحية، هم الآن يعني طبعا كما تفضل الأخ الكريم يعني الحوثيين و يعني أنصارهم ليسوا بأقل وحشية وليسوا بأقل انتهاك للحرمات الإنسانية في يعني هذه المناطق، ولكنهم يستثمرون مثل هذه الأخطاء التي تصدر عن التحالف، يضخمونها، يصدرونها إعلاميا، يعيدون إنتاجها ويبثونها للعالم أجمع. فنعم هي تصب في مصلحتهم على الأقل أخلاقيا وأدبيا، فعلى التحالف أن ينتبه إلى مثل هذه المسألة. وأنا أحسب أن يعني حتى حالة الاستعراض التي شهدتها صنعاء بين الحوثيين من جهة وأنصار المؤتمر الشعبي العام
من جهة أخرى في الأيام الماضية، هذا يدل أن على أن هناك حالة استرخاء سياسي، حالة شعور بالتمكن، وبالتالي بدأت الخلافات الجوهرية بين الطرفين تطفو على السطح. معنى ذلك أن ليس هناك عمليات عسكرية نوعية تهدد يعني هذه العصابات في صنعاء. فعلى التحالف، أنا أتصور الآن التحالف مطلوب منه فورا أن يعني إجراء تحول استراتيجي في مقارباته العسكرية والسياسية والإنسانية، بحيث أنه يجلس إلى يعني مرحلة جديدة في التعامل مع الأزمة اليمنية. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط. إذن أعود لضيفي الآخر السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، هل ثمة قلق لديكم أنتم كمدافعين عن حقوق الإنسان من أي تسوية سياسية في اليمن تأتي على حساب حق الضحايا بشكل عام في الانتصاف؟ طبعا هذا بلا شك، ونحن واضحين بأن عملية اليوم الرصد والتوثيق التي تتم على الأرض من قبل الراصدين الذين نعتبرهم الجنود المجهولين، هم سيذهبون بالدرجة الأولى الدرجة الأساسية إلى الحساب على حقوق الضحايا. أي تسوية سياسية ما لم تتضمنها معالم عدالة انتقالية حقيقية وواضحة ومنصفة فهو غير ملزم لأهالي الضحايا أن يذهبوا إلى الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون لأخذ حقوقهم، سواء كانت هذه المؤسسات على المستوى المحلي أو كانت المؤسسات على مستوى الدولي. اليوم أصبح العالم شبكة متداخلة، وأصبح هنالك ناشطين ومحامين ومنظمات مستعدة لأن تترافع عن هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا للانتهاك هنا وهناك. وبالتالي نحن نقول أي تسوية سياسية ما لم تكن فيها عدالة انتقالية واضحة المعالم لإنصاف هؤلاء الضحايا وأخذ حقوقهم ومحاسبة المتسببين، فأعتقد أنها لن توقف نزيف الدم اليمني، وربما ستكون مصيرها إلى الفشل. يجب أن نتعلم جيدا من تجارب الدول الأخرى مثل المغرب، مثل تشيلي، مثل جنوب إفريقيا، مثل حتى التجربة اللبنانية. وبالتالي نحن ندعو بكل وضوح إلى أن تكون حقوق هؤلاء الضحايا بالدرجة الأساسية، سواء الذين وقعوا تحت انتهاك ميليشيات الحوثي وصالح، أو وقعوا تحت انتهاك طيران التحالف، أو وقعوا تحت انتهاك دولة الإمارات، أو إلى غير ذلك. وبالتالي ما لم فالضحايا هم قادرين أن يصلوا بملفاتهم إلى أعلى مستويات من المطالبة والمساءلة والمحاسبة. نعم سيد توفيق، سؤال أخير هنا، هل ترى أن التحالف العربي قادر على الوفاء بالتزاماته لجهات القانون الدولي، ويعني أو بمعنى آخر هل يعني يعول مثلا على شراء مواقف المنظمات الدولية وأيضا الفاعلين الدوليين مثلا؟ نحن دائما نعاني من القضايا السياسية، يعني تداخل السياسي بالحقوقي بالدرجة الأساسية، هذا الأمر نعاني فيه. لكن في النهاية حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، ربما يمر الموقف في ظرف سياسي معين لكنه لم يمر في ظرف سياسي آخر. اليوم العالم أصبح شبكة واحدة، أصبحت هنالك أصوات الضحايا تصل إلى كل العالم، هنالك منظمات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من بريطانيا تتواصل مباشرة مع الضحايا داخل اليمن، وتأخذ تتبنى قضاياهم، توثق معلوماتهم إلى غير ذلك. وبالتالي نحن نقول الضغوط السياسية، شراء المواقف السياسية للحظة من اللحظات لن تمنع هؤلاء الضحايا من المطالبة بحقوقهم، أو لن تسقط حقوق الضحايا بشكل إجمالي، لأن هذه بالنهاية أخي حقوق. ولدينا تجارب واضحة كثيرة، بالنهاية كثير من الدول، كثير من الدكتاتوريين، كثير من حكموا البلدان في النهاية وقعوا تحت طائلة القانون، تحت طائلة المحاسبة. ما لم يقع هنالك تفاهم واضح وابتعاد جدي وإنفاذ للقانون، ما كل شيء سيأتي لصالح الضحايا في النهاية. نعم، إذن أشكرك جزيلا إلينا مدير الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام الليلة أو ختام حلقة الليلة عفوا من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معنا من العاصمة العمانية مسقط
الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني، وكما هو الشكر لمدير الرصد بمنظمة سام السيد توفيق الحميدي. وختاما المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.